بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. أنا زميلكم عبد الله الأحوطات، وإن شاء الله اليوم راح نكمل شرح مساق التقييم الصحي النظري أو الفيزيكال. طبعا خلصنا مادة الميد، وإن شاء الله اليوم راح نبلش بمادة الفاينل. زي دائما بتمنى منكم قبل ما نبلش تصلوا على النبي وتدعوا للمسلمين بكل مكان، وخاصة أهلنا في غزة والسودان. وبسم الله نبلش the cardiovascular system. طبعا cardiovascular بتعني لنا cardio بمعنى heart قلب، و vascular blood vessels أوعية دموية. بأول سلايد هون راح أعمل لكم مراجعة سريعة للفيسيو والأناتومي. نبدأ ب the heart القلب. The heart contains two atrium and two ventricle، يعني القلب يحتوي على اثنين أذينين وبطنينين، جهة يمين وجهة يسار. الجهة اليمين the right side is responsible for unoxygenated blood، يعني ال right atrium وال right ventricle بدخل في unoxygenated blood، دم غير مؤكسد، بينما ال left side oxygenated blood، دم مؤكسد. نحكي هون سريع anatomy. عندنا هون inferior vena cava و superior vena cava. superior vena cava بتاخذ الدم من الرأس وال upper extremities، يعني مثلا الكتف والإيدين، بينما ال inferior vena cava أي إشي تحت مثل ال abdomen وال legs. عندنا هون ال right atrium و right ventricle. طبعا ال superior وال inferior vena cava بصبوا بال right atrium، وفي هون عندنا tricuspid valve بيمرق منه الدم من ال right atrium لل right ventricle. بعدين من ال right ventricle بضخ الدم لل lungs عن طريق ال pulmonary artery. عن طريق هون في عندنا اشي اسمه semilunar pulmonary valve، بس يطلع على ال pulmonary artery بوصل عندنا ال lung بتأكسد، وبرجع عن طريق ال pulmonary veins. البلمونري فيرز عندنا رايت وليفت، هون بصبوا بالليفت اتريوم. بالليفت اتريوم في عندنا هون البايكاسبيد فالف بمرق منه الدم من الليفت اتريوم للليفت فينتريكل. الليفت فينتريكل عندنا بضخ الدم للاورطة عن طريق السيميلونر اورتيك فالف، وبيطلع وبروح على الهول بادي او على الجسم كامل. طبعا عندنا هون السبتم. السبتم اللي هو بفصل بين الرايت اتريوم والرايت فينتريكل والليفت اتري الفينتريكل. سوري، عندنا السبتم اللي هو بفصل بين النصف اليمين والنصف اليسار. هسا عندنا هنا رسمة صغيرة نفس اللي حكيته، انه من البيرفرال سيستم من الجسم كامل بيجي بصب السوبيرال والانفيرال فينا كافا. السوبيرال والانفيرال فينا كافا بتودي الدم على الرايت اتريوم، بعدين بروح من الرايت اتريوم للرايت فينتريكل. من الرايت فينتريكل بضخ الدم عن طريق البلمونري ارتري لللنجز، ومن اللنجز بيرجع عن طريق البلمونري فينز الى الليفت اتريوم، والليفت اتريوم بيوديه للليفت فينتريكل عن طريق الليفت فينتريكل للاورطه، والاورطه بتوزع الدم على الجسم كامل. هسا عندنا هون نوعين من الفالفز، تمام؟ اتريوفنتيكولار فالفز، هذول من اسمائهم بنعرف انه بتفصل بين الاتريوم والفنتيكولار. يعني عندنا تريكاسبيد فالف، هذا وين بيجي؟ بيجي بين الرايت اتريوم والرايت فنتريكل. ليش سميناه تريكاسبيد فالف؟ لانه ثلاث الشرفات، طلع واحد اثنين ثلاث. وعندنا الثاني اللي هو البايكاسبيد او الميترال فالف. ليش سميناه بايكاسبيد؟ لانه عنده ثنتين شرفات، واحد وهي الثاني. هسا عندنا النوع الثاني من الفالفز اللي هو السيميلونر فالفز، هذا بيجي عندنا البلمونري سيميلونر فالف والاورتك سيميلونر فالف. هنا دورة دموية نشرحها بشكل سريع، انه قلنا انفيرير سوبيرير فينا كافا بصب الرايت اتريوم، رايت اتريوم للرايت فينتريكل، الرايت فينتريكل بودي على البلمونري ارتريز بروح لللنجز. هسا من اللنجز عن طريق البلمونري فينز بيرجع للليفت اتريوم، لحد ما وصلنا الليفت اتريوم هذا اسمه كله بلمونري سيركيوليشن. يعني البلمونري سيركيوليشن من حد استقبال الدم لحد ما نوصل عند الليفت اتريوم زي ما تشايفين هون، وهنا تنتهي الدورة الدموية الصغرى اللي هي البلمونري سيركيوليشن. هسا من الليفت فينتريكل لو يطلع على الاورطة وللجسم كامل، هذا اسمه السيستيماتيك سيركيوليشن او الدورة الدموية الكبرى. بتقدروا تستفيدوا من الكلمات المكتوبة بالصورة هون زي ما انتم شايفين، تعطيكم الدورة. هسا the heart is composed of three layers، يعني القلب متكون من ثلاث طبقات. الطبقة الأولى الداخلية اسمها endocardium، الطبقة الوسطى أو العضلية اسمها myocardium. طبعا عندنا myocardium على left side بتيجي أكبر من right side، لأنه left side بده يضخ الدم للجسم كامل، بينما right side بس راح لللنجز يضخ، فما بده ضغط كبير ولا عضلة كبيرة. وعندنا epicardium اللي هي الطبقة أكبر، يعني الخارجية. هسا زي ما انتم شايفين هون، هاي اللي هي الاندوكارديوم، والمايوكارديوم الطبقة العضلية طلعوا قديش غليظة، وعندنا الابيكارديوم. هسا الهارت بوردرز اللي هي حدود القلب من وين لوين. The heart extends from the second to the fifth intercostal space، يعني القلب ببلش من ال second intercostal space لل fifth intercostal space على ال left side. طبعا
The top of the heart is the base and the bottom is the apex. كيف يعني؟ ال top of the heart يعني قمة القلب هاي هي اسمها البيس لأنها أعرض، بينما البوتوم اسمها أبيكس اللي هي القمة تبعت الهرم. هسا the pericardium، البريكارديوم طبعا زي ما أخذنا باللنجز والثوراكس إنه بالرسبيراتور بيحيط فيها البلورة وهي ليست جزء من اللنجز، وهون نفس الإشي عندنا البريكارديوم بيحيط بالقلب وليس جزء من القلب، يعني هو الغشاء المحيط بالهارت. طبعا هو طبقتين اللي هو الفيسرال بيريكارديوم والبرايتال بيريكارديوم. الفيسرال بيريكارديوم اللي بيجي ملامس للقلب، يعني شايفين هاي الفيسرال بيريكارديوم بيجي هون بالضبط، وعندنا البيريكارديال كافيتي اللي هي فيها زي اللوبريكنت، وعندنا اخر اشي اللي هو البرايتال بيريكارديوم الجزء اللي بعيد عن القلب. والكاردياك سايكل بتتكون من سيستول اللي هو الكونتراكشن انقباض عضله القلب، والدايستول الريلاكسيشن اللي هو لما القلب يكون بيعبي دم. هيك خلصنا مراجعة القلب. هسه the blood vessels، طبعا الأوعية الدموية عندنا ثلاث اللي هو الأرتري والفين والكابيلريز. احنا هامنا هون اللي هو الأرتري والفين. الأرتري شو تعريفه؟ vessels that carry blood from the heart oxygenated blood except the pulmonary artery. يعني الأرتري هو أوعية الدموية التي تحمل الدم من القلب إلى أي مكان آخر، هذا هو الأرتري، ما عدا ال طبعا بيجي دمه اكسد ما عدا البلمونري ارتري رح نحكي تحت ليش. والفينز vessels that carry blood to the heart deoxygenated blood except pulmonary vein، يعني اي وعاء دموي بيحمل الدم من اي قطعه بالجسم للقلب اسمه vein، وكله حامل deoxygenated يعني دم ما فيه اكسجين ما عدا البلمونري vein. the great vessels طبعا عندنا الاوعيه المهمه جدا اللي هي الاورتا الفينا كافا والبلمونري arteries and vein. The superior vena cava drain blood from the head and upper extremities, while inferior vena cava drain from lower extremities, abdomen and legs. يعني عندنا superior vena cava بتاخذ الدم من الرأس والإيدين مثلا وبتوديها للقلب، والinferior vena cava بتاخذ من lower extremities زي الابدومين والليجز وبتوديه للقلب. The aorta sends oxygenated blood to all the body. يعني الأورتا الشريان الأبهر بنشر الدم الأكسجينيتد للجسم كامل. هسه هون بنحكي ليش الاكسبت حكينا فوق. The pulmonary artery sends deoxygenated blood to the lungs. And يعني البلمونري artery بيحمل زي ما انتم شايفين هون، هذا هو البلمونري artery حمل الدم من القلب لللنجز، كان deoxygenated هو الشريان الوحيد اللي بيحمل deoxygenated blood، بينما البلمونري and the pulmonary vein carries oxygenated blood back to the left ventricle to be distributed through the whole body by the aorta. يعني قلنا هم pulmonary arteries بيحملوا للungs، بينما pulmonary vein بيحمل من اللنج للقلب، يعني عادي وظيفة vein، بس الفرق الوحيد انه في oxygenated blood، تمام؟ هو الفين الوحيد الحامل oxygenated blood وبوديها يعني للاتريوم والفنتركل عشان يودي الاكسجينيتد بلاد كل جسم. هيك خلصنا المراجعة السريعة، نبلش هون. طبعا احنا المراجعة هاي هسه رح تختصر علينا تقريبا 15 سلايد، تمام؟ هسه CVS اللي هو اختصار لكارديو فاسكولار سيستم maintains body homeostasis by delivering oxygen and nutrients to and removing waste products from all the cells in the body. طيب يعني الكارديو فاسكولار سيستم بحافظ على التوازن تبع الجسم عن طريق توصيل الاكسجين والمواد الغذائية عن طريق بطريق الدم، and removing وبتشيل الويست برودكت من جميع الخلايا. طبعا قبل ما اكمل بحب احكي لكم اي اشي بتشوفوه باللون الاحمر زي هيك، هذا يعني هاي كامل، هاي الفقرة كاملة تمام، هاي حكاها الدكتور بالمحاضرة، وانتو شفتوا كيف بامتحان الميد كان اغلب الاشياء الاسئلة اللي جتنا من حكي الدكتور بالمحاضرة، يعني اقرب للباثو وللادلت، تمام؟ فنحاول نركز في هذا الكلام، وان شاء الله انا كل ما اتذكر بحكي لكم مثلا انه هذا الدكتور قاله بالمحاضرة، تمام؟ نكمل. The heart composed of three layers اللي قلناه من فوق اللي هو الاندوكارديوم، the inner layer of the of endothelial tissue، يعني الطبقة الداخلية متكونة من أنسجة مبطنة. طبعا شو حكى عنه الدكتور هذا؟ قال الاندوكارديوم looks like the mucosa of the mouth، يعني الطبقة الداخلية تشبه الغشاء المخاطي موجود في باطن الخد، تمام؟ above it يعني فوق هذا الاندوكارديوم في smooth layer طبقة ملساء that is not supposed to destroy RBCs and makes the valves، يعني الطبقة الملساء الفوق الاندوكارديوم بتحمي ال RBC انه ما تتدمر، وكمان بتعمل ال valves اللي هن الصمامات. هسا في مرض اسمه الاندوكارديتس، طبعا اي اشي منضيف له السفكس itis بعنين الالتهاب، تمام؟ هسا هذا بصير اغلبه بالاطفال، وهو the most common cause of damaged valves، يعني هو الاشي الاكثر شيوعا
بالضرر الفالفز، بيصير عنده الفالف ثقيل ومتشنج زي اللي عليه توليل. طبعا هذا شو هو الاندوكاردايتس؟ اضطراب بجهاز المناعة، بالعادة بيصيب الأطفال لما يصير عندهم التهاب بالحلق أو الرئة، وبدون سبب بصير الجسم جهازه المناعي يهاجم الاندوكارديوم. هسا الطبقة الثانية الوسطى اللي هي الميوكارديوم، the middle layer of the muscle of the muscle fiber responsible for pumping action، يعني هي الطبقة العضلية الوسطى المسؤولة عن قوة ضخ الدم. الابيكارديوم اللي هو الطبقة الخارجية the outer layer. طبعا برضو الدكتور قال انه كل طبقة معرضة يصير فيها التهاب، طبعا كيف بنخلي اسمها؟ بنضيف لها السفكس ايتس، يعني انتوكارديتس مايوكارديتس و ابيكارديتس. هسه the heart encased in a thin fibrous sac البريكارديوم، زي ما قلنا فوق في طبقة مغلفة غشاء خارجي للقلب محيط بالقلب، وهو الفيسرا والبرايتال لاير. الفيسرا اللي هو الملامس للقلب، البرايتال البعيد عن القلب، وفي بينهم اللي هو البريكارديال سبيس اللي هو بيحتوي على لوبريكنت. هسه نحكي عن الكاردياك شامبرز اند فالفز اند سيركيوليشن. الرايت هارت كونسيست اوف رايت اتريوم رايت فينتريكل ديستريبيوت دي اوكسجينيتد بلاد، يعني النصف اليمين من القلب يحتوي على اذين وبطين ايمن ايمن، و يوزع يعني بيودي الدم الغير مؤكسد الى الرئتين. left heart consists of left atrium left ventricle distribute oxygenated blood، يعني النصف اليسار من القلب يحتوي على اذين ايسر وبطين ايسر وبوزع الدم المؤكسد. varying thickness of atrial and ventricular wall and the left and right ventricles related to work، يعني الحيطان او الجدران اللي عند الرايت اتريوم غير عن الرايت فينتريكل، واللي عند الرايت فينتريكل سوري اللي عند الرايت اتريوم غير عن الليفت اتريوم، واللي عند الرايت فينتريكل غير عن الليفت فينتريكل. ليه؟ لانه عبء العمل بيختلف. يعني مثلا نحكي مثال الليفت والرايت فينتريكل، تمام؟ الرايت فينتريكل خفيف كثير بالنسبه للليفت فينتريكل، لانه الليفت فينتريكل بده يضخ الدم للجسم كامل، فاكيد العضله راح تكون اكبر واكثر سماكه، بينما بالرايت فينتريكل راح تكون اخف العضله لانه بس يضخ الدم لللنجز. The right ventricle طبعا RTV هاي اختصار ل right ventricle، و LTV اختصار ل left ventricle. طيب the right ventricle occupies most of the anterior cardiac surface، كيف يعني؟ شوفوا معي هون، شايفة هاي المنطقة كلها؟ هاي اسمها right ventricle، طلعوا كيف ماخذة تقريبا كامل ال anterior wall of chest، بينما ال right ventricle meets the pulmonary artery at the sternum level base of the heart. يعني شوفوا هون عندنا هاي البلمونري ارتري بيلتقي بالرايت فينتريكل عند منطقة الاسترنم، هاي عظمة القص، وعند البيس اوف ذا هارت، شايفين هاي البيس، وهون عندنا الابكس اللي هي القمة. الليفت فينتريكل، ركزوا، كنا نحكي عن الرايت هسه بنحكي عن الليفت. الليفت فينتريكل فورمز ذا ليفت لاترال مارجن اوف ذا هارت ابكس اوف ذا هارت، يعني شايفينها هاي كاملة الليفت فينتريكل. ممكن تسألوا وين الرايت اتريوم؟ بيجي وراها شوي، طلعوا كيف بتمثل الليفت مارجن كامل، يعني طلعوا كيف النصف اليسار كامل فينتريكل اصلا وعنده الابكس اوف ذا هارت. هسه بوينت اوف ابيكال امبولس اور بوينت اوف ماكسيمم امبولس اللي هي البي ام اي اللي فيها الصوت اعلى شيء، وين بتيجي هاي؟ عند الفيث انتر يعني اي سي اس انتر كوستال سبيس 7 تو 9 سنتيمتر لاترال تو ذا ميد سترنال لاين، والسايز تبعها 1 ل 2.5 سنتيمتر ان دايمتر. يعني شوفوا كيف 5th intercostal space، هي عندنا 1st 2nd 3rd 4th and 5th، طلعوا وين جايب ال 5th؟ 7 ل 9 سنتي على ال left to the mid sternal line، هي ال mid sternal line 7 ل 9 سنتي على جنبه، تمام؟ والسايز تبع الابيكال امبولس البي ام اي من 1 ل 2 سنتيمتر بالدايمتر بالقطر. يعني the aorta curves upward to the level of the sternal angle، يعني شوفوا هاي الأورتا لما وصلنا عند level external angle راحت انعوجت، تمام. هسه عندنا الهارت فالفز اللي قلنا عنهن اتريو فينتيكولار، لانها ليش سميناها اتريو فينتيكولار؟ لانها بتفصل بين الاتريا والفينتريكلز، وعندنا النوعين اللي هو المترال او البايكسبيد والترايكسبيد اللي هو ثلاثي الشرفات، هذا اللي بيجي بالليفت سايد وهذا بالرايت سايد. سيمي لونر فالفز 3 هاف مون ليفلت، يعني شكلها زي ورقه زي القمر الهلال. بولمونيك واورتيك عارفينهم طبعا، هاي البولمونيك
هاي الاورتيك، هاي عندنا هون الترايكسبيد، وهون البايكسبيد او الميترال. طبعا هاي امراض قال عنها الدكتور بالمحاضره ركزوا عليها مهمه، اللي هو مرض الاستينوسيس. شو هو الاستينوسيس؟ انه بصير تشنج او تضيق بالاوريفيس، الاوريفيس اللي هي الفتحه تبعت الفالف، فبتبطل تفتح وتسكر بنفس الفعاليه. وعندنا الريجارجيتيشن اللي هو رجوع الدم بسبب ضرر بالفالف. يعني مثلا نعتبر انه الفالف الفنتريكل في 100 مل دم، المفروض يدفع ال 100 مل دم، مع انه هو مستحيل يعني نظريا انه يفضى كامل، بس نفترض انه يدفع ال 100 مل دم عشان الليفت اتريوم ينزل له 100 ثانيه. فهو لما يدفع ويطلع 50 ويضل 50 ويرجع الليفت اتريوم بده يتعطيه 100، بصير عندنا هون مجموعه 150. فراح تسمع انت اصلا صوت الدم وهو بخبط ببعضه، والعضله نفسها راح تتوسع على الحجره. هاي صورة ثانية، قلنا ترايكسبيد بولمونيك اورتيك وميترال. هنا هسه هاي التغذية تبعت القلب نفسه، طلعوا علي ركزوا هنا، يعني كثير مهم شرح الدكتور عليه كثير شغلات. شايفين هذا؟ هذا اسمه الليفت مين كورونري ارتري، تمام؟ هسه الليفت مين بنقسم الى السيركمفلكس، لسه مناكم سيركمفلكس لانه بلف، شايفين كيف لف؟ طلعوا لف لفة. سيركمفلكس كورونري ارتري هذا بغذي اللاترال سايد، شايفين هاي اللاترال سايد، وبغذي البوستيري، هذا لونه زهر فاتح يعني انه من ورا جاي، وبغني بغذي البوستيرير من الهارت. بينما عندنا الانقسام الثاني اللي هو الليفت انتيرير ديسندنج كورونري ارتري او اللاد، هذا مهم جدا. ليش؟ هاي اخطر تفريعه للليفت مين كورونري، لانها بتغذي الانتيرير وول اوف ذا هارت. يعني لما تغذي الانتيرير وول اوف ذا هارت هي المسؤوله عن انقباض الانتيرير وول اوف ذا هارت، فاذا صار فيها انسداد بهاي اللاد بتنتهي الحياه. طبعا الانتيرير وول اوف ذا هارت هو المساهم الاكبر في انقباض العضله، ومين اقل مساهم في انقباض القلب؟ اللي هو السبتم. احفظوا هاي المعلومه اللي تحت راح تفيدنا شوي، تمام؟ انه السبتم هو اقل مساهم في انقباض العضله. هسه عندنا الثاني اللي هو الرايت، حكينا عن الليفت. هسه الرايت كورونري ارتري برضه بنقسم انقسامتين، عندنا السبتل اللي هو بغذي السبتم زي ما انتم شايفين هون، وعندنا الدايوجنال اللي هو بنزل لتحت اكثر وبيغذي البيس ميكر من وراء اللي هو الاس اي نود، راح نحكي عنها تحت برضه. هسه الايفنتس ان كاردياك سايكل، شو اللي بيصير بالكاردياك سايكل؟ عندنا اول شيء السيستول اللي هو بيريد اوف فنتيكولار كونتراكشن، يعني السيستول بنربطها بكلمه كونتراكشن، لما نسمع كلمه سيستول بنعرف انه صار انقباض عضله القلب ودم ضخ الدم. بريشر بيكس تو اباوت 120 ام ام اتش جي، يعني الضغط بيرتفع لتقريبا 120 ام ام اتش جي. والاورتيك فالف از اوبن، ليش الاورتيك فالف از اوبن؟ لانه بدنا نطلع الدم بالضخ من الفنتريكل للاورتا. بينما الميترال فالف از كلوزد، ليش الميترال؟ هذا اللي بيجي بين الاتريوم الليفت اتريوم مع الليفت فنتريكل، ليش مسكر؟ عشان الدم ما يرجع من الليفت فنتريكل للليفت اتريوم. هسه عندنا الدايستول، قلنا السيستول كونتراكشن، دايستول ريلاكسيشن او فيلينج، يعني مرحله الدايستول القلب بيرتاح وبصير يعبي دم. Pressure decreased to about 5 mmHg. شوفوا لاحظوا الفرق الكبير من 120 ل 5، يعني تقريبا يعني كثير فرق عالي. Pressure decreased بقل ل 5 mmHg. الأورتيك فالف از كلوزد، ليش الأورتيك فالف؟ بصير الضخ جوا الأورتا أعلى من الليفت فنتريكل، فعشان ما يرجع الدم من الأورتا للفنتريكل بسكر الأورتيك فالف. والميترال فالف از اوبند، لأنه الضغط داخل الأتريوم بيكون أعلى من الفنتريكل، فبصير الدم ينزل من الاتريوم للفنتريكل عن طريق الميترال فالف. هسا عندنا هون الهارت ساوندز، الاصوات اللي بنسمعها. شو الاصوات اللي بنسمعها during systole؟ يعني اثناء الكونتراكشن الليفت فنتريكل starts to contract. هسا بدي اياك تتخيلوا بعقلكم، تمام؟ شو اللي بصير عشان تفهموها؟ الليفت فنتريكل ببلش يضخ، تمام؟ هسا البريشر بصير يزداد جوا لانه بده بشد، فالبريشر بيزداد. كلوجر اوف ميترال فالف، صار الضغط بالفنتريكل اعلى من الاتريوم، فالميترال فالف راح يسكر عشان الدم ما يرجع. برودوس ذا فيرست هارد ساوند اس 1 اللي هو اللب، يعني متى بنسمع الاس 1؟ وين كلوجر اوف ميترال فالف، يعني لما يسكر الميترال فالف بنسمع اللب او الاس 1. الليفت فنتريكل بريشر كونتينيو تو رايز اكسيد ذا بريشر ان ذا اورتا، يعني سكر الميترال فالف ولسه الفنتريكل بيعبي دم، مش بيعبي، بيزيد الضغط جوا الفنتريكل، فلما يزيده بتعدى الاورتا، الضغط جوا الفنتريكل بتعدى الاورطه، فالاوبن اوف اورتيك فالف وبيفتح الاورتيك فالف. ايرلي سيستوليك ايجكشن ساوند اي جي، في بنسمع صوت خفيف يعني يا دوب بنسمعه اصلا. هسا الليفت فنتريكل ايجكت موست اوف اتس بلاد،
البريشر بيجنز تو فول، يعني لما تبلش الفنتريكل يضخ الدم فبيبلش الضغط يقل جوه الفنتريكل. الاورتيك فالف جلوز لانه صار الضغط جوه الاورطه اعلى من الفنتريكل، فراح يسكر الفالف عشان الدم ما يرجع، وبرودوس ذا سكند هارت ساوند اس 2 اللي هو الدب. يعني متى بنسمع الاس 1 كلوجر اوف ميترال فالف، متى بنسمع الاس 2 كلوجر اوف اورتيك فالف. هاي معلومات قالها الدكتور برضه. الاس 1 ساوند متى بنسمعه؟ ان ذا كلوجر اوف ترايكسبيد اند ميترال فالفز. يعني متى بنسمع الاس 1؟ لما يسكروا الاتريو فينتيكولار فالفز اللي هم ترايكسبيد وميترال. الاس 2 متى بنسمعه؟ كلوجر اوف بالمونري اورتيك فالف، يعني لما يسكروا السيمولونر فالفز. طبعا الاس 1 لاودر ات ذا ابيكس يعني تحت، بينما الاس 2 اوفر ذا بيس اعلى يعني فوق. هذا كله حكيناه دورينج سيستول اللي هي مرحله الكونتراكشن. هسه during diastole اللي هي relaxation and filling، شو الأصوات المفروض نسمعها؟ The left ventricle pressure continue to drop، mitral valve open. يعني هسه احنا خلصنا الفنتركل طلع كل الدم للأورطة وفضي، نظريا فضي، يعني هو اكيد ما فضيش فول فول بس نحكي نظريا فضي، بطل في ضغط عالي، فالميترال فالف بيرجع يفتح. و this is usually a silent event، يعني المفروض ما نسمع اشي. ممكن هسه بحالات الابنورمال شو نسمع؟ opening snap، هذا صوت زي تيك، تسمع تيك لما يفتح الاوبننج سناب، وهذا بيعطينا انه في عندنا ميترال ستينوسيس. تذكروا شو قلنا عن الستينوسيس فوق؟ ستينوسيس انه حدوث تشنج بالاوريفيس تبع الفالف. يعني الميترال ستينوسيس حدوث تشنج بالفالف الميترال، ميترال فالف، تمام؟ هسه during diastole برضه لما after mitral valve opening، بعد ما يفتح الميترال فالف، blood flows from the left atrium to the left ventricle، يعني الدم بينزل من الاتريوم للفنتريكل. This event may produce ST3 in children، هذا normal لما تسمع ال ST3 بالاطفال normal. In adult if heard termed an ST3 gallop، يعني اذا سمعتها بالادلت هذا اشي abnormal وبنسميه ST3 gallop. و change in ventricular compliance بدلنا على في تغير في قدرة الفنتريكولر على التوسع، تمام؟ هسه بعود لكم تبعت انه بالشيلدرن ولا بالادلت. Atrial contraction produce no audible sound in adult if heard termed as 4. يعني إذا كان في مشكلة بالاتريوم contraction بالضخ تبع الاتريال راح يطلع لنا صوت S4، عشان هيك بنسمع S4 قبل S1 اللي هو اللب وقبل S2 اللي هو الدب، تمام؟ يعني change in ventricular compliance برضو في تغير على قدرة الventricular على التوسع. و it immediately precedes S1، يعني S4 بتسبق S1، راح نورجيكم صورة تحت بتيجي أوضح، تمام؟ هسه اذا سمعنا سواء S3 و S4 بالنورمال ادلت هذا بدلنا على هارت فيلير وساوند لايك هورس فوت ستيبس، يعني صوتها زي صوت مشي الحصان. طيب هسه عندنا S3 قلنا اذا سمعناها بالشيلدرن نورمال، ممكن نسمعها بالبريجننت وومن نورمال، بينما حالات ثانيه اسمها باثولوجيك يعني اب نورمال. S4 اذا سمعناها سواء شيلدرن بريجننت وومن اي شخص يعتبر باثولوجيك يعني مرض مش طبيعي. The splitting of the heart sounds، يعني انه في انقسام بالheart sounds. A pressure in the right side is significantly lower than the left side. ليش قلنا انه البريشر بالرايت اقل من الليفت؟ الليفت بده يضخ الدم لجميع انحاء الجسم، بينما الرايت بس بده يضخ لللنجز، فالبريشر اكيد راح يكون اقل. Right sided events usually occur slightly later than left، يعني الليفت ventricular contraction بصير قبل الليفت right ventricular contraction، وزي هيك الليفت دائما بسبق الرايت. هسه physiologic split، يعني هذا فاصل طبيعي المفروض نسمعه بالكل. Second heart sound is composed of two components، يعني الاستو او الدب بتكون من اثنين، الاورتيك والبلمونيك كلوجر، تمام؟ هسه during inspiration عند الشهيق الاورتيك والبلمونيك separate slightly، يعني بتقدر تسمع السبليت بشكل خفيف عند الشهيق، بينما عند الزفير ما راح تسمع هذا الصوت اللي هو السبليت، راح يكون صوت واحد. They fused into a single sound as two، تمام؟ يعني during inspiration راح نسمع السبليت، بس بالاكسبيريشن راح نسمع بس دب. هسه الباثولوجيك سبليت هذا سايكولوجيك يعني عادي، الباثولوجيك يعني بدلنا انه في مرض. شو المرض ممكن يكون؟ ابندل برانش بلوك، يعني في خلل بالتوصيل الكهربائي بالبندل اوف هيس. ممكن تسأل شو البندل اوف هيس؟ برضه راح نحكي عنها اكثر تحت. If splitting does not vary with inspiration it is termed a fixed split as two. fixed split يعني انها ثابت ما فيش split اصلا. And is usually due to an arterial septal deficit ACD or ventricular septal deficit. هاي الدكتور قال عنها انه انفتاح السبتم بين الفنتريكل، يعني الاف زد اف
في اس دي اللي هو انفتاح السبتم بين الفنتركل، والاي اس دي انفتاح السبتم بين الاتريوم، وبيختلط الدم ببعضه، وطبعا هذا اشي كثير خطير. الهارت مرمرز، ممكن تسألوا شو هي المرمر؟ مرمر هو اي صوت غير طبيعي، اي صوت اكسترا غير طبيعي، تمام؟ يعني هذا الاسم العام مرمر، وبنتج تحته اسماء كثيرة، يعني اي صوت غير طبيعي، اس 3 اس 4 فريكشن رب، هذا كله اسمه مرمر، تمام؟ اكسترا هارت ساوندز، يعني عندنا مثلا نسمع انه في مرمر لازم نعمل فحوصات، يعني اسم اي واحد بيقول لك في هذا الشخص في مرمر، بس ما فيش مستحيل شخص بيجي طبيعي يعني بستيثوسكوب بيقول لك شو المرمر بالضبط، تمام؟ هسه attributed to turbulent blood flow may be caused by stenotic valve regurgitation، يعني المرمر ليش بنسمعها؟ بيكون في اضطرابات في تدفق الدم. شو ممكن اسباب هاي الاضطرابات؟ stenotic valve قلنا شو هو الاستينوسيس، حدوث تضيق بالاورفيس للفالف او وجود تكلسات عليه. اما الريجورجيتيشن اور اسفنشي اوف فالف اللي هي رجوع الدم بسبب ضرر في الفالف. Sound and murmurs arising from the mitral valve around the apex. طيب يعني هسه بدهم يشكوا هاي فيها كيف؟ انه لما نحط الاستيثوسكوب على الابكس اذا كان في مرمرز هذا بيكون بسبب انه في مشكله بالميترال فالف. اذا حطينا على اللور ليفت سترنال بوردر وكان في مرمر هذا بيكون في مشكله بالترايكسبيد فالف. اذا حطينا على السكند والثيرد ليفت انتركوستال سبيس كلوز تو ذا سترنال وسمعنا في مرمر هذا في مشكله بالبالمونيك فالف. اذا حطيناه على اني وير فروم ذا رايت سكند انتركوستال سبيس تو ذا ابكس وكان في مرمر هذا في مشكله بالاورتيك فالف، تمام؟ هسه هون هاي شغله الدكتور حكاها بالمحاضره. The only way to know if there is an extra sound is through comparison. يعني الطريقة الوحيدة عشان نعرف انه في extra sound مرمر هي عن طريق المقارنة. كيف؟ هسا عندنا الموديل انه لب دب اس 1 اس 2. هسا اذا سمعنا صوت ثالث، يعني مستحيل، يعني مستحيل تسمع لب دب وصوت ثالث يكون نفسهن، لا لا راح يكون مختلف، وانت تلاحظ راح يكون عندك لب دب لب دب هذا بالنورمال، بينما لو سمعنا لب دب تش التش هاي نعتبرها صوت غريب، اي صوت غير اللب او الدب نعرف انه ابنورمال وفي مشكله. طبعا عشان نعرف شو المشكله هذا الصوت الزائد شو هو بنفحصه ايكو او ايكو كارديوغرافي، تمام؟ هنا زي ما قلت لكم كيف الاس 4 بتسبق الاس 1 والاس 3 بتيجي بعد الاس 2، طلعوا كيف. اول شيء نحكي عن المواقع. هون عندنا الرايت، عندنا السكند انتركوستال سبيس رايت تو ذا ستيرنم اللي هو منطقه الاورتيك، عندنا السكند انتركوستال سبيس ليفت تو ذا ستيرنم اللي هي البالمونيك، عندنا الثيرد والفورث الانتركوستال سبيس بتيجي للترايكسبيد، والفيفث انتركوستال سبيس على الابكس اللي هي الميترال ساوند، تمام؟ هسه بالنورمال هاند ساوندز اس 1 اس 2 اس 1 اس 2 لب دب لب دب، اس 3 جالب ريذم مثلا لو نحكي الاس 3 والاس 4 صوتهن تا، تمام؟ نحكي لب دب تا لب دب تا نعرف انه اذا جت التا بعد الدب هذا اس 3. هسه اذا سمعنا تا لب دب تا لب دب نعرف انه هذا اس 4 لانه سبق اللب او الاس 1. هسه البوث جلب ساوند يعني الصوتين مع بعض تا لب دب تا تا لب دب تا نعرف انه في عنده اس 3 واس 4 البوث جلب ساوندز، تمام؟ هسه هون نيجي للكوندكشن كوندكشن سيستم اوف ذا هارت اللي هو جهاز التوصيل في القلب. هنا في معلومات قالها الدكتور اللي هي الفور كاركترستيك اوف ذا هارت انلايك اذر سيلز، يعني الهارت تيشيو النسيج تبع القلب في اربع مميزات او خصائص غير موجوده بالانسجه الثانيه اللي هن الاوتوماتيسيتي ريذميسيتي اكسايتابيلتي اند كوندكتابيلتي. طبعا التعريفات هاي انا جبتها عشان تسهل عليك شو معناهن. الاوتوماتيسيتي يعني انه القلب ما بيحتاج الدماغ عشان يشتغل، لحاله بيشتغل، يعني لو طلعنا القلب وحطيناه على جهاز خارجي بيشتغل لحاله. ريذميسيتي انه ريبيتيتيف باترن، يعني انه زي ما قلنا اس 1 اس 2 اس 1 اس 2 فيش شيء ثاني. excitability response to stimulation يعني اذا وصلها action potential بتشتغل على هذا الاكشن بوتنشال زي الباراسمبثيتك والسمبثيتك. الconductibility اللي هو transmit electrical impulses يعني بنقل التيارات والسيلات العصبيه. هذا شو معناه؟ طبعا دكتور قال هاي كمان انه كل خليه بالهارت قادره على صنع سيال عصبي والاستجابه له، يعني الهارت قادر على تزويد نفسه بدون اي تدخل. يعني لو طلعنا القلب من شخص حطيناه على الجهاز الهارت بيشتغل عادي كانه جوا الجسم. طبعا الصوره هاي مش واضحه كثير فرجعت لكوابيس ايام الاناتومي وجبت هاي الصوره. بدايه الكوندكتيف سيستم من ماذا يتكون؟ عندنا الاس اي نود، بعدين الاي في نود. الاي في نود بصير عندنا انتري فنتيكولار بندل، تمام؟ بندل تنقسم ليفت ورايت، هاي هي البندل اوف هيس.
والبليفت والرايت بصير عندنا بيركن جي فايبرز في بيركن جي فايبرز. هسا اول شيء عندنا الاس انود هي البيس ميكر، هي صانع الخطو، هاي بتعطينا نبض من 60 ل 100 بيت بير مينت، تمام. هسا اذا مثلا لا سمح الله خربت هاي، مين بيشتغل مكانها؟ النائب اللي هو الاتريو فنتيكولار نود اللي هو الاي في نود، بعطينا تقريبا من 40 ل 60 بيت بير مينت. هسا اذا خرب برضه بيجي الانتي فينكتور بندل او البندل اوف هيس بيشتغل مكانه وبعطينا تقريبا 40 بيت بير مينت، واذا خربت البيركن جي فايبر من 20 ل 40 بيت بير مينت. واخر حل اذا كله خرب اللي هو خلايا الفنتريكل نفسها، هاي الدكتور قالها انه خلايا الفنتريكل نفسها بتشتغل، واسمه هذا الحاله انتو فينتيكولار ريذم، اندو فينتيكولار ريذم، انه خلايا الفنتريكل نفسها بتشتغل. هاي معلومات زياده عن الاس اي نود اذا بتحبوا. كومبوننتس اوف اي سي جي، طبعا اهم معلومه نعرفها انه الاي سي جي ليس فحص من الفيزيكال، يعني مش انت بتسوي اصلا جهاز، ليس جزء من الفيزيكال اكزام. شو بيسوي بالاي سي جي؟ بيقيس فرق الجهد. طبعا اللي بيحدد شكل الويفز مكان الليدز على الهارت، يعني مثلا عندنا الليد 5 الليد 4 و5 و6 هذول الليدز بوصلهم كهرباء، فالويف راح تكون موجبه طلعوا كيف فوق الخط، بينما الليد 1 و2 3 الكهرباء بتطلع منه رايحه من عنده فبيكون بالسالب زي ما انتم شايفين هون. وهون عندنا البي ويف اتريال ديبولاريزيشن والكيو ار، هاي البي ويف، الكيو ار اس فينتيكولار ديبولاريزيشن، والتي ويف فينتيكولار ريبولاريزيشن. طبعا التي ويف هي الوحيده الريبولاريزيشن بينما الباقي كله ديبولاريزيشن. ذا هارت از ا بامب، القلب كمضخه. هسه اول شيء عندنا الكاردياك اوتبوت، هذا فيسيو تمام، هذا فيسيو اوكي. هسه الكاردياك اوتبوت اللي هو ذا فوليوم اوف بلاد ايجكتد فروم ايتش فينتريكل دورينج 1 مينيت، يعني كميه الدم الذي يضخ من كل فينتريكل في الدقيقه الواحده، يعني هو ملخص نتيجه شغل القلب تمام. كيف بنحسب الكاردياك اوتبوت؟ اللي هو يساوي الستروك فوليوم ضرب الهارت ريت. شو الهارت ريت؟ اللي هو البيتس بير مينيت، كم من نبضه بنبض بالدقيقه. شو الستروك فوليوم؟ ذا فوليوم اوف بلاد ايجكتد وذ ايتش هارت بيت ديبندينج اون preload afterload myocardial contractility تمام. يعني شو الستروك فوليوم؟ هو حجم الدم المضخ مع كل نبضه. البريلود، شو البريلود؟ load that stretches the cardiac muscle prior to contraction، يعني هو اللود اللي بخلي الكاردياك مسل تتوسع، يعني كميه الدم داخل هذا الفنتريكل اكبر كميه دم تدخل بالفنتريكل تمام. احنا هون بنحكي عن الرايت فنتريكل تمام، يعني مثلا البريلود بالرايت فنتريكل هون اكبر كميه دم ممكن تدخل بهذا الفنتريكل. ذا فوليوم اوف بلاد ان ذا رايت فنتريكل ات ذا انت اوف دايستول، يعني لما يخلص دايستول يخلص فيلينج، هاي الكميه الدم اسمها بريلود، هو حجم العمل المتوقع من القلب في مرحله الفيلينج. الرايت فنتريكولار بريلود از انكريست باي انكريسينج فينس ريتيرن تو ذا رايت هارت، يعني كل ما زاد الفينس ريتيرن اللي هو رجوع الدم عن طريق الفينا كافا للرايت الرايت اتريوم والرايت فنتريكل، ال preload برضو بيزداد. It is the length to which the ventricles muscle is stretched at the end of diastole before contraction. يعني قديش عضلة الرايت فنتركل متوسعة قبل ما يبلش contraction بالضبط، يعني بس خلص الدايستول على الآخر، على الآخر أكبر كمية دم، هاي اسمها preload. الميوكارديال contractility اللي هي the ability of the cardiac muscle، يعني قدرة عضلة القلب إنها مثلا تضخ الدم أو تتوسع عشان تعبي دم. الافترلود the vascular resistance against which the ventricle must contract، يعني هي المقاومة في الأوعية الدموية اللي لازم القلب يشتغل عليها ويضخ عشان يطلع كل الدم، هو حجم العمل المتوقع من عضلة القلب بعد الانقباض. يعني البريلود بالفيلينج يعني بالفيلينج او الدايستول، بينما الافتر لود بالسيستول او الكونتراكشن. هسه البلد بريشر، ضغط الدم، اول شيء رح نحكي عن الارتيريال بلسز. شو الارتيريال بلسز؟ اللي هي اللي احنا النبضات اللي احنا بنحسها بجميع الارتريز بالجسم، مثلا بالراديال سواء بالبريكيال الكاروتيد، يعني بريشر ويف برودوسد فروم كونتراكشن اوف ذا ليفت فينتريكل ذات ايجكت فوليوم اوف بلاد، يعني انه الضغط اللي بيطلعه القلب عن طريق الليفت فينتريكل وبنتشر بجميع الاوعيه الدمويه سواء الاورتا او الارتيريال تري. شو الاورتا؟ عارفينه طبعا كلنا، والارتيريال تري اللي هي البريكيال راديال كاروتيد كلها. هسه البلس بريشر، ذا ديفرنس بتوين سيستوليك اند دايستوليك بريشر، البلس بريشر اللي هو الفرق ما بين السيستوليك بريشر والدايستوليك بريشر، هاي قانونه سيستوليك بريشر ماينس دايستوليك بريشر، يعني 120 زي ما بنعرف السيستوليك 120 بالنورمال هذا، وبال
دايستوليك بالنورمال 80 بيطلع معنا 40 ام ام اتش جي البلس بريشر. Blood pressure varies during the cardiac cycle, peaking during systole to the lowest in diastole. كيف يعني؟ انتم بتلاحظوا كيف انه بالسيستول بيكون عندنا البلد بريشر بيكون 120، بينما بالدايستول بالاوعيه الدمويه احنا مثلا بنحكي بيكون 80. بالقلب شفنا فوق كيف بيكون؟ بيكون 120، بعدين بالدايستول بصير 5. يعني لاحظتوا انتم الفرق. هسه physiological factors influencing arterial pressure. اتأكد انه بسجل تمام. physiological factors influencing arterial pressure، يعني شو العوامل الفسيولوجيه اللي بتاثر على الضغط بالارتيريز اللي هي قلنا لها الراديال وبريكيال وهي المناطق. left ventricle stroke volume and arterial blood volume. الستروك فوليوم اللي هو القوه اللي بضخ فيها، والارتيريال بلود فوليوم حجم الدم في الارتيريز. This sensibility of the aorta and large artery، يعني قديش بتقدر الأورطة والأرتريز إنها تتوسع. Peripheral vascular resistance، قديش في مقاومة في الأوعية الدموية الطرفية، يعني زي مثلا بالراديال قديش في مقاومة بالبريكيال وهاي المناطق. هسا عندنا الاكسترنال فاكتورز، فيزيكال اكتيفيتي، الايموشنال ستيت، مثلا كل ما زاد الستريس عندك بزيد الضغط، البين كل ما زاد البين بزيد الضغط، النويز الصوت الازعاج قصدي، توباكو الدخان، الدراجز المخدرات، طبعا هاي معلومة قالها الدكتور بالمحاضرة. بالمونري ارتري بريشر، قديش بالمونري ارتري بريشر بالشخص النورمال؟ 25 على 15. اذا ارتفعت عن 25 على 15 بصير عندنا مقاومة عالية سواء بالرايت او بالليفت فينتريكل. تمام، البالمونري ارتري بريشر هذا شو؟ هذا الدم، هذا ضغط الدم اللي رايح لللنجز، يعني جوا اللنجز نفسها. قديش كميته؟ 25 على 15. إذا ارتفع بتصير مقاومة عالية سواء بالرايت أو الليفت فينتركل. فشو بصير بالقلب؟ يضطر يوسع الحجرة بما يعرف بدايليتد هارت فيلير، يعني هذا بحد ذاته هارت فيلير، فشل في القلب، اسمه دايليتد هارت فيلير. هذا لما تتوسع الحجرة، إذا تكيف هيك وما نفع معاه يعني على الفاضي، ببلش يكبر العضلة بما يعرف ب هايبرتروبيك هارت فيلير. هذا برضه أسوأ وأسوأ لسه من الدايليتد. والمشكلة شو بتصير؟ انه بس بوسع العضلة الغلط. تتذكروا فوق لما قلنا انه الانتيرير هارت وول هو المساهم الاكبر في الضغط؟ بالضبط. هسا السبتم هو المساهم الاقل، والقلب شو بوسع لو فكركم؟ اللي هو السبتم اللي هو اقل مساهم، يعني على الفاضي كل توسيع بروح على الفاضي، بس بيزيد وزن القلب، يعني بدل ما يكون كيلو صار كيلو ونص، وبقل رشاقته بصير ابطأ، يعني كل شيء بيكون على الفاضي التوسيع على السبتم مش على الانتيرير. هسا الجاجولار فينوس بريشر، فينوس بريشر ديبندز اون، على شو بيعتمد؟ الضغط داخل الفينز اللي هي الاورده. ديستنتابيلتي اوف ذا فينوس سيستم، يعني قديش الفينوس سيستم بيقدر يتوسع او يتضيق، يعني تمدده بمعنى عام. البلد فوليوم اند ذا كاباسيتي اوف ذا رايت هارت، يعني قديش حجم الدم والسعه ليش الرايت هارت بهمنا؟ لانه قلنا الفينوس سيستم بيودي للرايت سايد اوف ذا هارت دي اوكسجينيتد بلد، بينما الليفت هارت بيودي للهول بودي اوكسجينيتد بلد عن طريق الاورتا والارتريز. The venous pressure changes are reflected in the height of venous column of the blood of internal jugular vein اللي هو jugular venous pressure. يعني كيف بنعرف انه في تغيرات؟ عن طريق الجي في بي اللي هو اخذناه باللاب، اللي هو الفينوس كولوم، العمود اللي احنا بنشوفه. External jugular venous pulsation is less reliable in estimating the right side function. يعني الرايت سايد فانكشن بنحسبه على الانترنال جوجولار فين وليس على الاكسترنال، لانه الاكسترنال غير موثوق فيه. الجوجولار فينوس بريشر ريفلكت ذا فانكشن اوف ذا رايت سايد اوف ذا هارت، يعني الجي في بي بعطينا انه هل الرايت سايد شغال او لا، يعني اذا شفنا في اي اختلاف زي ما راح نحكي تحت في الجي في بي، هذا بدلنا هل القلب شغال او لا. هنا بنبلش فيزيكال ذا هيلث هيستوري كونسيرنج سيمبتومز اللي هي الاعراض اللي بتخلينا نقلق. اول واهم عرض الشست بين، طبعا قلنا الشست بين لازم نعمل اكسبلوريشن لشو السبب، اذا كان زي ما قلنا بالثوركس واللنج، اذا عند التنفس بنعرف انه في على الاغلب مشكله بالريسبيراتوري. طب كيف بنعرف انه الشست بين بدلنا على مشكله بالقلب؟ لما يكون في جهد عصبي وعضلي، يعني لما تتعب نفسيتك او تشتغل كثير ويكون في مجهود بتعرف انه في مشكله بالشست بين، وهذا اهم واشهر عرض انه في مشكله بالهارت سيستم.
طبعا بعض الامراض او السيمتومز اللي ممكن يجينا فيها المريض انجاينا بيكتوريس اللي هي الذبحه الصدريه. طبعا في فرق بين الانجاينا والام اي، الام اي برضه ذبحه صدريه مايوكارديال انفراكشن، تمام، بس الانجاينا بتيجي اخف شوي، بيكون في مشاكل بترويه العضله وبتظهر عند المجهود العضلي، وتعتبر الانجاينا سيمتم اكثر من انها مرض. يعني الانجاينا بتدلنا على مشكله اكبر، بينما المايوكارديال انفراكشن او الهارت اتاك اكثر جديه من الانجاينا، وبرضه بتظهر بالاي سي جي والبلاد تيست، بينما الانجاينا ما بتظهر. كيف بتظهر المايوكارديال انفراكشن بالاي سي جي؟ الاي سي جي بينقلب انقلاب كامل، يعني الكيو ار اس مش كانت لفوق، بتصير كيو ار اس لتحت، التي ويف لفوق، التي ويف لتحت، هذا بيدلنا انه صار عندنا مايوكارديال انفراكشن. البلاد تيست انه بصير عندنا التروبونين، هذا كان صفر بالدم بالحاله الطبيعيه، اذا سابق مايوكارديال انفراكشن او هارت اتاك بصير كميته كبيره. هسه الاورتيك انيوريزم اللي هو توسع بالاورطه بسبب ضعف في جدرانه. Do you has هذا subjective data بنسأل المريض Do you have any chest pain or discomfort in your chest؟ هل بتحس انه في اي وجع او انت متضايق من صدرك؟ OPQRST for the pain، طبعا ال OPQRST هسه رح نحكي عنه تحت ونوصف كل وحده شو هي. عندنا البالبيتيشن، شو البالبيتيشن؟ هو الخفقان. اني بليزنت اويرنس اوف هارت بيت، يعني انت حاس بالنبض تبع قلبك متغير. رابيد اكسلريشن اور سلوينج اوف ذا هارت، يعني صار يدق سريع سريع او بطيء، وانت لاحظت هذا الحكي. انكريست فورسفلنس، يعني بصير النبض اقوى. irregular heartbeat or arrhythmia اللي هو اضطراب بدقات القلب. وعندنا كمان shortness of breath or dyspnea، يعني عنده مشكلة في التنفس، صعوبة بالتنفس. uncomfortable awareness of breathing that is inappropriate to given exertion، يعني مثلا انت شخص بعمرنا نحكي 20 سنة عمرك، تمام، طلعت 3 درجات، هل من الممكن انك تقعد تلهث؟ لا، فهذا هو inappropriate، يعني اشي غير مناسب للي انت سويته للجهد. هسا طبعا زي ما بنعرف انه اذا عندنا بالمونري اديما هذا بدلنا على هارت فيلير من الليفت سايد، رح نحكي عنها اكثر الاديما تحت. هنا الهيستوري، هاي الاسئله اللي بنسالها بالهيستوري اللي هي ساين اند سيمتومز، تمام، اللي هي شو انت بتقدر تشوف، شو السبب الرئيسي انه اجى المريض على المستشفى، شو الشيف كومبليت اللي هي السبب الرئيسي اجى على المستشفى. الارجيز، هل عنده اي حساسيات. وات هاف يو كم ان كونتاكت وذ، مع شو تواصلت. ميدز، أدوية، إنسكس، حشرات، بولن، رحيق، فود، طعام، ليتكس اللي هو نوع من أنواع المطاطة مرات بيجي بالألبسة، هذا ممكن يسوي له حساسية. ميديكيشن اللي هي الأدوية، شو في اختصار شوب، شوب شو يعني؟ ستريت يعني زي المخدرات. هيربل يعني أعشاب. أو تي سي، هاي حكينا عنها بشابتر قبل، اللي هي أوفر ذا كاونتر، يعني الأدوية اللي بتقدر تأخذها بدون وصفة طبية، تمام، زي البنادول مثلا. والبريسكريبشن اللي هي الأدوية مع وصفة طبية. Best medical history. Has this happened before? هل هذا الاشي صار معك قبل هالمرة؟ Is this pre-existing condition؟ يعني هل انت عارف انه مثلا عندك heart failure من اول؟ هل عندك قلب مفتوح؟ Last oral intake. ايش اخر اشي اكلته؟ شو كان؟ هل بعد ما اكلته حسيت انك دايخ او بدك تراجع؟ هسا الايفنتس، شو الاحداث؟ What were you doing when you started to feel this way؟ يعني شو كنت تسوي لما حسيت بهذا الوجع؟ هذا كله history. هسا نحكي عن البين اللي قلنا عنه فوق اللي هو OPQRST، تمام؟ او تنين الانست، متى بلش هذا الوجع وشو كنت تسوي. بروفيكيشن يعني شو الاشي اللي بيخليك تحس انه الوجع خف او زاد، تمام. كواليتي يعني هل هذا الوجع حاد بالنسبة لك، هل وجع خفيف. راديشن انه هل الوجع بينتشر، مثلا بلش بالجهة اليسار بعدين انتقل لكتفك ورقبتك. سيفيريتي يعني من مقياس من 1 لـ10، قل لي قديش وجعك، 0 اقل اشي، قصدي 1 اقل اشي، 10 اكثر اشي. Time. How long has this been going on؟ صار لك قديش بتحس بهذا الوجع، تمام؟ نكمل هون. Difficulty in breathing in lying position and improves in the standing or sitting position. يعني هي صعوبة التنفس عند الاستلقاء وبتتحسن لما تقعد أو توقف. هذا شو بيعني؟ إذا عندك أورثوبنيا suggest heart failure or mitral stenosis. قلنا stenosis تشنج بالفالف، سواء mitral, tricuspid، هون بيحكوا لنا mitral. برضه عندنا باروكسيسمال نوكتيرنال ديسبنيا. عندنا الباروكسيسمال شو بتعني لنا؟ نوبه. نوكتيرنال ليلي، وديسبنيا صعوبه التنفس. شو جابهم لبعض؟ هسه بنشوف. ايبيسودز اوف سادن ديسبنيا اند اورثوبنيا ذات اويكن ذا بيشنت فروم سليب. شفتوا كيف؟ يعني ليش قلنا نوكتيرنال؟ لانه المريض بيكون نايم، شيء ليلي. باروكسيمال لانه ايبيسودز سادن، يعني بتيجي نوبه مفاجئه. ديسبنيا يصير صعوبه بالتنفس مما بيؤدي انه يصحى من النوم. برضه زي اللي فوق سجست هارت فيلير اور ميترال ستينوسيس. سويلنج اور اديما اكيوميليشن اوف اكسسيف فلويد ان انترستيشن تيشو. شو السويلنج او الاديما؟ هو انتفاخ او تجمع واحتباس السوائل بالفراغات الثالثه، يعني الثيرد سبيسنج،
يعني باماكن مش المفروض يكون فيها، تمام؟ هسه عندنا الديبندنت اديما اللي هي بتعتمد على الهارت فيلير في فشل، او الهايبو البومينيا البومينيا، تمام؟ اللي هو نقص الالبومين بالدم، وهذا شو بدلنا انه في فشل بالكبد، هذا بيؤدي للاديما، تمام؟ والهارت فيلير برضه بتعمل لنا اديما. هسه البري اوربيتال اديما هاي بتيجي بالنفروتيك سيندروم، زي ما شوف الصوره هاي اذا بتتذكروها بالسكن، بتيجي بري اوربيتال يعني حوالين العين، تمام؟ واخر شيء رح نحكي عنه الدكتور قال ضيفوها على السلايد، اللي هي النكتشوريا اللي هو التبول الليلي. ليش بصير عندنا تبول ليلي بحالات الهارت فيلير؟ لانه بالصبح بتكون انت واقف والجاذبيه مش مساعده وقلبك تعبان، فالكليه ما بوصلها كفايه دم، تمام؟ بينما لما بالليل تمد حالك الجاذبيه بتقل، قلبك بيشتغل احسن، فبوصل الكليه دم كفايه وبدها تعوض كل شيء ما طلعته بالنهار، راح تعوضه بالليل وبصير عندك تبول ليلي. طبعا شوفي معلومه مهمه كمان، الاورثوبنيا والنكتوريا happens in very progressive heart failure، يعني انك ما بتقدر تتنفس لما تمد حالك على السوباين بوزيشن، والتبول الليلي بيصير بحالات متقدمه جدا من الهارت فيلير مثل الستيج 4 هارت فيلير. شوفوا هون عندنا الادمه طلعوا كيف من تفخه، هذا اسمه البيتنج تيست. شو البيتنج تيست؟ انك تضغط بابهامك وتتركها وتحسب قديش وقت لترجع، وهذا طبعا بتوزع على ستيجز. هسا الادمه نفسها بتنقسم لنوعين، جنرال ادمه، هذا طبعا الدكتور كله حكاه، الجنرال ايديما واللوكال ايديما. الجنرال ايديما اوفر اول اول مالتيبل بارتس، يعني بتيجي فوق جسمك كامل او مثلا الايدين والرجلين اكثر من قطعه، بينما اللوكال ايديما بتيجي على جزء واحد من جسمك مثلا رجلك اليمين ايدك اليسار وزي هيك. هسه اذا كان عندنا ليفت سايد هارت فيلير شو اللي بصير عندنا؟ بولمونري ايديما، يعني احتباس سوائل بحوض الرئه. ليش؟ لانه الليفت سايد اوف هارت باخذ من وين الدم؟ من اللنجز، فاذا صار في فشل فيه ببطل ياخذ كميه كافيه من اللنجز، فبصير تجمع سوائل باللنج نفسها. بينما الرايت سايد هارت فيلير يعتبر جنرال او لوكال ايديما، لانه ببطل السوبيرال فينا كافا السوبيرال والانفيرال فينا كافا يودوا دم منيح للرايت اتريوم، وبصير عندنا فشل في القلب، وبصير عندنا تجمع سوائل في الجسم كامل. يعني اذا شفنا ايديما على جسم سواء رجلين ايدين بنعرف انه على الاغلب المشكله رايت سايد هارت، اذا شفنا بالبلمونري بنعرف على الاغلب مشكله بالليفت سايد اوف هارت، تمام؟ هسه الجنرال ابيرس المظهر العام بنشوف ممكن المريض عنده ساينوتيك، يعني في ازرراق. ليش بصير في ازرراق؟ نقص الاكسجين، لانه زي ما قلنا بالليفت سايد بصير عندنا بلمونري ايديما، فبصير فشل في القلب وبصير عندنا سوائل بالرئه، فبتبطل تشتغل بنفس الفعالية، فبصير عندنا صراخ. بلد أو أنيمي، بلد يعني إنه في زي شحوب، أنيمة فقر الدم. كيف يعني؟ لأنه ما بضخ القلب كمية كافية من الدم، فبصير يعمل برايورتيزيشن، يعني إنه يبدي إشي على إشي، تمام؟ فببطل الدم يروح على السكن، بصير يروح على الأجزاء الأهم من السكن زي الهارت الليفر الكدني، فبصير أنت السكن عندك لونه شاحب كأنه فيش فيه دم. النقطة الثالثة قال الدكتور احذفوا الويت لوس وحطوا بدلها ويت جين. ليش ويت جين؟ لأنه قلنا بصير عنده إديمة، بصير عنده احتباس سوائل، فبيزيد وزنك ب 99% من البشر، وب 1% ممكن يصير ويت لوس، بس احنا بنحكي عن الأكثر شيوعاً. الجليرنج بريثنج بروبلمز يعني مشاكل في التنفس كثير اوفيس، كثير واضحة، بسبب اللي هو البلمونري إديمة أو الاستسقاء الرئوي. ليج هانجينج اوفر ايدج اوف بيد بريفرال فاسكولار، يعني إذا عملنا في فحوصات نسويها الأوفر ايدج اوف بيد، هذا بدنا انه في مشاكل بالبريفرال فاسكولار، رح نشرحها اكثر بشابتر الفاسكولار. هون اللي اخذناه باللاب اللي هو الميجرنج الجي في بي، تمام؟ شو بنقدر نسوي؟ اول شيء بنحط المريض بوزيشن بيشنت وذ هيد ات بيت 30 تو 45 ديجري انجل، يعني بيكون من 30 ل 45 درجه. بليس ارولر فيرتيكلي بري بنديكولر، يعني بشكل عمودي على الشيست انجل فلويس، بتعرفوا وين؟ اخذناه كله باللاب. Identify the highest level of the jugular vein pulsation، يعني بنوقف على يمين المريض بنلف راسه وبنشوف وين النبض اكثر شيء مبين، وبنحط اي شيء عمودي بشكل هوريزونتال على الهايست ليفل اوف جاجولار. بليس انذر رولر هوريزونتلي، يعني بشكل افقي، والمفروض انه تتقاطع مع المسطره اللي حطيناها بشكل عمودي، ويطلع ثلاثه او اقل، اكثر من ثلاثه في مشكله، هذا عن طريق الاسترنال. اذا لو سويناه عن طريق الرايت اتريوم ثمانيه او اقل. زي ما انتم شايفين هون عندنا الكاروتيد ساين، الكاروتيد ارتري والانترنال جاجولار فين والاكسترنال جاجولار فين. في معلومات قالها الدكتور انه الجاجولار فين از ديبر ذان ذا كاروتيد، طبعا احنا بنحكي عن الانترنال، بيجي اغمق او اعمق من الكاروتيد. بين الجاجولار فين از نوت بالبابل انلاك ذا كاروتيد، يعني اذا شفنا شيء بنبض وشكينا هل هو الجاجولار فين او الكاروتيد بنعمل له بلسيشن بالبيشن سوري، والمفروض اذا حسينا نبض بنعرف انه الكاروتيد، ما حسينا بشيء هذا هو الفين.
الجاجيولار فين تشينج وذ ذا بوزيشن، زي ما قلنا انه مثلا حطيناه على 30 ل 40 بنشوفه، حطيناه على السوباين بوزيشن ما بنشوفه. هاي هون صورة، شوفوا كيف حطينا هاي هوريزنتال وهاي فيرتيكال، وحسبنا الجي في بي، والمفروض يطلع معنا اقل من 3 اذا حسبناه من الاسترنال. ابنورمال فايندينج، شو شغلات غير طبيعية بنشوفها؟ اليفيتد جي في بي، يعني بيجي اعلى كثير عالي، يعني 3 وفوق، اذا طلع عندنا 3 وفوق ممكن يدلنا على شغلات كثير، منها الرايت سايدد سي اتش اف اللي هو قصور بالقلب الجهة اليمين. ليش الجهة اليمين؟ لانه قلنا لكم السوبيريور والانفيريور فينا كافا بيروحوا على الرايت سايد، اي شيء له علاقه بالارتري ليفت سايد. كونستريكتيف بيريكارديتس، يعني انه البيريكارديوم اللي قلناه هذا الغشاء المحيط بالقلب بصير فيه زي الالتهاب. تمام، شوفوا كيف هون طلعوا كيف بصير صعب على القلب اصلا يضخ ويجيب ويطلع دم، فبصير ارتفاع بالجي في بي. تمام، ترايكاسبيد ستينوسيس، قلنا ستينوسيس اللي هو حدوث ضرر في الاوريفيس تبع الفالف، وهون اي فالف بالضبط اللي ترايكاسبيد هو المهم لانه بين الرايت اتريوم والرايت فينتريكل. سوبيريور فينا كافا اوبستراكشن، صار في عندنا انسداد بالسوبيريور فينا كافا. ليش حددنا سوبيريور؟ اكيد لانه الانترنال جاجولار فين من الهيد، والهيد والهاندز بصبوا بالسوبيريور فينا كافا. والحالة الرابعة الخامسة سوري اللي قالها الدكتور اللي هي الهايبر فوليميا، انه ازدياد حجم كمية الدم، وهي برضو بترفع الهاي الجي في بي. متى بيصير عندنا لو جي في بي؟ انه بينزل اكثر من الطبيعي، اللي هو الهايبوفوليميا انه نقص في الدم. طبعا ليش بترتفع؟ لانه الدم انسوا هسه النقطة هاي، ليش الاليفيتد جي في بي بصير؟ لانه الدم بتراكم والجاجيولار فين بيطلع، وهذا من اهم الساينز على الهارت فيلير. يعني اذا عندنا الجي في بي طلع اكثر من 3 وانت متاكد انك حسبته صح، هذا دليل قاطع على انه في عندنا حالة هارت فيلير. هسا نبلش بالانسبكشن، كيرفول انسبكشن فور فيزيبل بالسيشن، المفروض انك ما تشوف اي نبض بالصدر، يعني مثلا بنطلب من الوالد يشيل بلوزته وبنطلع منطقه الصدر، المفروض ولا شيء يكون مبين بنبض. هسا الابكس بيت لانه اقوى شيء ممكن ببعض الحالات تشوفها وين؟ بالفيري سليم بيبل، يعني ناس نحاف نحاف كثير، او بحالات الفم حالات المجاعات يعني. But mostly is invisible، يعني ما بنشوفها. masses في أي كتل، scars إذا في أي ندوب مثل الـ open heart surgery إنه سوى عملية قلب مفتوح، lesions آفات، signs of trauma في صدمات أو ضربات، and previous surgery، increase in jugular venous pressure GVP إنه ارتفع، قلنا هاي دليل كبير على الـ heart failure. وعندنا قال ضيفوا الـ baleness إنه في شحوب، والإدمة إنه في احتباس سوائل. البالبيشن انه بالاحساس شو بنسوي؟ بالبيشن اوف ذا ابيكس بيت بي ام اي بوند اوف ماكسيمال امبولس. تمام، ذا ابيكس بيت يعني عند القمه عند الفيفث انتركوستال سبيس زي ما بتعرفوا، is typically palpable in the fifth intercostal space and 1 cm medial to the mediclavicular line. يعني شوفوا هاي الميديكلافيكولار لاين، 1 سنترال ميديال يعني رايحين للجهه المنتصف، و1 سنتيمتر شايفين هاي ميديكلافيكولار لاين، 1 سنتيمتر ميديال من حيث الـ BMI. The apex beat should be described by the following characteristics. كيف بنوصفه بالدوكيومنتيشن؟ بالsize. Is it larger than one intercostal interspace؟ يعني المفروض احنا مثلا بالfifth intercostal space الابيكال beat المفروض تحسها بس بالfifth intercostal space. الامبليتود is it weak؟ المفروض انه يكون قوي عشان تحس يعني بلس 2 اقل شيء، normal او brisk. Location موقعه is it in fifth intercostal space at the mediclavicular line؟ يعني هل هو موجود بالفيث انتركوستال ولا رايح لتحت رايح لفوق؟ هذا طبعا بدلنا انه في تحرك في القلب او في تضخم بالقلب. امبولس از ات مونوفاسيك اور بايفاسيك، يعني لما تحط ايدك على هاي المنطقه هل بتحس وان بولس يعني بتسمعه مره واحده مثلا لب، ولا بتسمعه بثنتين لب دب؟ هذا بايفاسيك. دوريشن از ات ابنورمالي سستيند، طبعا البالبابل مرمر يعني المرمر اللي هو اي صوت زياده على القلب وانت بالبابل يعني حسيته بايدك is called thrills. شو هو الثريلز؟ and is filled over pulmonary also over pulmonary also is the worst kind of murmur. يعني الثريلز اللي هو بتحس فيه اهتزازات عند منطقه الابكس، وهذا من أسوأ انواع المرمر. وين بنحسه؟ فوق البلمونري اريا. يعني وين البلمونري اريا؟ قلنا البلمونري اريا بسكند انتركوستال سبيس. هسه الارتيريال بولسز اسسمنت اوف كاروتيد بولس، طبعا الكاروتيد بولس انسبكشن فور بولسيشن، يعني المفروض لما تطلع عليه يكون في نبض بس خفيف مش زايد عن حده.
بالبيشن فور امبليتيود كونتور ثريلز، يعني بنحس عليه اذا في اي تضخم او في اي اهتزازات اللي هي ثريلز، قلنا اسوأ اشي. تمام. اوسكولتيشن فور بروتس، طبعا البروتس اللي هو سويشنج ساوند، يعني بتسمع ش ش، هذا هو سويشنج ساوند. وشو بدلنا؟ انه فلو تيربلنس، يعني دليل على وجود تضيق في الارتري. في مرض اسمه ارتيريوسكليروسيس اللي هو بصير تجمع دهون داخل الارتري مما يؤدي الى صوت البروتس. تمام. هسه عندنا الراديال بلس اللي هو عند منطقه الراديال، البريكيال بلس عند منطقه البريكيال، ابيكال بلس اللي هو عند الابكس الفيفث انتركوستال سبيس، في مورال بلس في مورال، والكاروتيد بلس عند الرقبه هون، والاذرز اللي هي زي ما انتم شايفين بالصوره هون كامله، هاي هي الارتيريال بلسز. هسه نوصل للبركشن. طبعا البركشن ان موست كيسز بالبيشن هاف ريبليسد بركشن، يعني احنا بالعاده اصلا ما بنستخدم البركشن، انه البالبيشن حل محله. كانت الفائده الوحيده من البركشن انه فقط نعرف السايز، وبرضه ممكن يعني شو كمان الداون سايد انه بركشن، انك ما راح تفرق بين الهارت، يعني وين الهارت اللي بنسمع فوقيه دلنس، والبلمونر ايديما، بالحالتين راح تسمع دلنس. فشو شو في يعني صارت طريقه ثانيه اللي هي البالبيشن، او نسوي اكس راي بدون ما نعمل بركشن. occasionally it may be your only tool left pleural sorry pleural effusion، يعني انه مش هنعرف اصلا نفرق بين البلورال effusion او الهارت. بيركس from resonance to cardiac dullness، يعني نخبط من الريزونانس للكاردياك دلنس. هون الليفت لانه احنا بنعمل على الجهه الشمال، لانه القلب على الجهه الشمال. ان ثيرد فورث اند فيفث اند بوسيبل سيكث، يعني راح تحس بالدلنس بالفراغ الثالث والرابع والخامس وممكن السادس. طبعا هاي معلومه كثير مهمه قالها الدكتور. The apical pulse is the most lateral and most inferior، يعني اذا بدنا نعرف اذا القلب متضخم، اذا القلب متضخم بنبلش نحسب الابيك، بنحس على الابيكال بلس. هسه ما في ولا بلس تحته ولا بلس على جنبه، يعني اذا حطينا على الفيث انتركوستال سبيس لجنب اكثر من العاده وسمعنا بلس، في تضخم بالقلب. اذا حطيناه فوق او تحت وسمعنا برضه في بلس، في تضخم في القلب. تمام. هسه الاوسكولتيشن اللي هو نشتغل بالسماعه. position the patient in supine with the head slightly elevated، يعني بنحط البيشنت على supine position على ظهره والرأس مرفوع قليلا. always examine from the patient right side، يعني بنوقف على الرايت سايد من البيشنت، اريح لك اثناء الفحص. a quiet room is essential، لازم الغرفة تكون هادية عشان تسمع النبض وتفرق اذا في S3 او 4. listen with the diaphragm، diaphragm للهاي بيتش ساوند، at the right second intercostal near the sternum aortic area، طبعا هاي المناطق اللي عارفينها اللي هي الاورتك والبالمونيك. listen to the diaphragm at the left second intercostal space، يعني هون right هون left second near the sternum. وعندنا listen with the diaphragm at the left third fourth and fifth interspaces near the sternum عند التريكسبيد اريا، طبعا هاي كلها عارفينها من اللاب بس هو كلام كثير هون. listen with the diaphragm at the apex اللي هي الميترال اريا، listen with the bell at the apex، يعني خلصنا هسه مشينا النورمال اللي هو الديافرام، هسه بدنا نسمع اذا في اصوات ابنورمال، فشو بنستخدم؟ البل at the apex. listen with the bell at the left fourth and fifth intercostal near the sternum. تمام. هسه بالنسبه لصوت البروت اللي حكينا سويشنج ساوند، هذا وين بنسمعه؟ فوق الارتريز، يعني وبدلنا انه في تضيق بالشرايين، بينما المرمر اللي هي الاصوات غير طبيعيه بنسمعها فوق الهارت، وهي بدلنا انه في مشاكل بالفالفز. هسه الدكتور حكى الاس 3 والاس 4 هاف ديفرنت نوتس، يعني اكيد رح تعرف تفرق بينهم. تمام. وفي عندنا الصوت غير طبيعي مثل الفريكشن رب، هذا لما يكون عندنا بريكارديتس بصير في التهاب بالبريكارديوم، رح تسمع فريكشن رب انه القلب بحك بالانتيريور وول اوف شيست. عندنا الاستينوسيس انه بتسمع صوت بدل الدب، يعني بدل ما نسمع لب دب نسمع لب تك، لانه في كلاستريشن على الفالف فراح تسمع تك. هسه هون السبيشال مانوفرز اللي اخذناهم باللاب اللي هي الاولى، هاف ذا بيشنت رول اون ذير ليفت سايد، يعني بنحطه على اللاترال سايد على الشمال. listen with the bell at the apex، بالبل لاحظوا على الابكس. و this position bring out S3 and mitral murmurs، يعني اذا في اي S3 او mitral murmur راح تسمعه بهاي الوضعيه اللي هي الستينوسيس. تمام. هاف ذا هسه المانوفر الثاني اللي عشان الريجارجيتيشن، بنطلب من المريض انه يقعد lean forward، يقدم لقدام شوي and hold their breath in exhalation. تمام. يعني انه يقعد يقدم ظهره ويعمل زفير ويضل حابس الزفير، يعني ما يرجعش ياخذ شهيق. تمام. listen with the diaphragm at the left third and fourth intercostal near the sternum. this position bring out aortic murmur record S1 and S2.
تمام، هاي هون عندنا ستيثوسكوب، هاي المواقع اللي بنسمعها، هاي الاورتك على السكند انتركوستال سبيس، بالمونيك على السكند انتركوستال سبيس ليفت سايد، طبعا الاورتك على الرايت سايد، عندنا الثيرد انتركوستال سبيس والفورث انتركوستال سبيس اللي هي الترايكسبيد، عندنا المترال على الفيفث انتركوستال سبيس. وهيك ان شاء الله بنكون خلصنا شابتر الكارديوفاسكولار، ان شاء الله ما اكون قصرت معكم، ولا تنسونا من الدعاء، ويعطيكم ألف عافية.